اسمي الكامل أكرم عطوي. جيت مع أسرتي كلاجئ إلى سوريا طبعا عام 48 في الشهر السابع. أول ما أجينا على بنت جبيل في جنوب لبنان، ثم تم نقلنا بباصات إلى محطة قطار. من محطة القطار ركبونا بقطار ليس للبشر وإنما لنقل الأمتعة والأغنام. نحن كنا آخر حمولة في هذا القطار، فرغونا بحلب أو نزلنا في حلب. في حلب قمنا في مخيم اسمه مخيم النيرب، فقالوا من يعني يود أن يذهب إلى الريف الحلبي، فوالدي اختار وجينا على أعزاز وسكننا في أعزاز. سكننا فترة طويلة، أنا درست الابتدائي والإعدادي بأعزاز، بعدين ما في ثانوية رجعت على حلب وأقمت بحلب، من وقتها أنا مقيم بحلب. من أول ما وعيت، لأنه اسمنا بيت الفلسطيني، نحن اسمنا الفلسطينية، يعني أنا هذا الفلسطيني ورايح الفلسطيني، وهذا الطفل لما ألعب مع الأطفال يقولوا لي أنت أكرم الفلسطيني، اسمي هيك يعني. وبالتالي من أول بدايتي يعني عرفت حالي أنه فلسطيني ولاجئ، يعني كنت أشعر بالغربة وأشعر بأنه منظروا نظر الشفقة يعني. أي أشعر فيها يعني إحساس خاص بأنه أنا دون الآخرين من حيث أهل المدينة، وخاصة هي المدينة في أعزاز كان فيها عشائر وأسر كبيرة، بنظر الغريب ما هي النظرة التي اللائقة به يعني. لكن علاقة العمل والسكن والعلاقات الأسرية والعلاقات مع الأسر الحلبية والعلاقات العمل كلها هي خاضعة للقوانين السورية. بعرف يعني نحن فقط هناك بعض الأشياء التي نختلف فيها عن السوريين، من ضمنها موضوع الوثيقة يعني الانتقال جواز السفر والملكية، ما بسمحونا نتملك إلا بيت العائلة ككل، إضافة لذلك أنه ما بسمحنا لنا نمارس العمل السياسي ضمن الوضع السوري وليس ضمن الوضع الفلسطيني. ضمن الوضع السوري ما بسمحنا نحن لا نترشح لانتخابات برلمانية ولا نصير مسؤولين في الدولة. أنا دخلت بفتح بنهاية 67 بداية 68، ومن وقتها بدأ العمل العسكري والسياسي مع بعض. يعني كنت أسوي معسكرات، أخضع لدورات أنا، وبعدين صرت أدرب، وإن كان تدريب على أمور السياسية أو عسكرية في لبنان وفي الأردن وفي سوريا أيضا. بس ما مارست أنا عمل فدائي كمقاتل، وإنما كوجه سياسي أو كمدرب. كان هناك كثير لي زملاء فلسطينيين وشعرت بالعلاقات الفلسطينية، وخاصة أنه بعد سنتين ثلاثة انطلق العمل الفدائي وكنت مندمج معه، وبالتالي اختلف يعني. أما بعزاز ما كان فيها النشاط هذا الفلسطيني السياسي اللي قائم على أساس القضية الفلسطينية، بالرغم من أنه بحلب وبعزاز الناس متعاطفين مع القضية الفلسطينية كسوريين يعني، وكان فعلا يعني كثير مؤيدين لقضيتنا ويتعاطفوا معنا واحيانا يشتركوا ويساهموا معنا، ان كان بالقتال او بالنشاط السياسي السوري. انه صار في، ما بعرف اذا بتعرفوا انتم، بفتح انشقاق جماعه ابو موسى هذول، فحتى انا جربت انه هذول يعني قد يكونوا افضل من قياده فتح يعني لما صار انشقاق، فاكتشفت انه لا سيئين ما هو جيدين، وبالتالي تركت العمل السياسي نهائيا في عام 1985. استمريت بدون ما أنتمي إلى أي فصيل إلى 2004، بعد ما شعرت أنه يعني هناك في بعام 2004 شعرت، ويعني مات ياسر عرفات واستلم محمود عباس، شعرت أنه وكأنه في خطر على العودة والتنازل عن حق العودة، وخاصة أنه صار مباحثات في جنيف تبع ياسر عبد ربه ويوسف بيلين، وقرروا في هذه يسموها وثيقة جنيف شبه التنازل عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين. فأسسنا أنا ومجموعة من الشباب كانوا موجودين بفتح قديما كنت أعرفهم، منظمة اسمها مجموعة عائدون في سوريا ولبنان، وصرنا ننشط من أجل التمسك بحق العودة، واستمريت حتى قامت الثورة السورية.